هذا الريبوت اللي بنرسله للماضي عشان يشوف وش قصة الكارثة اللي صارت بالأرض. في خطأ، الريبوت بيروح لتاريخ غلط. وين أنا؟ وش جابني هنا؟ المستقبل. أحسنت يا فارس في اختيار اسم حريص. عجيب. لكن الحين إنجاز المهمة بيوقف بسببي. حريص قوم. وهذا أهم شيء، الشريحة الإلكترونية. وأكيد إنه أنا. تسرب تسرب. موعد وصول الشحنة اليوم. وش صار؟ ليه ما رد علي مركز الأبحاث بالمستقبل؟